بالظبط اتلتيكو الانجولي. معلش بقى الفرجه على الدوري الاسباني، بتشجع اسبانيا، بتشجع ريال مدريد. والاهلي، وبنتمنى التوفيق لكابتن اشرف توفيق مدربنا القدير القدير الاهلي ابن النادي. ونسيب بقى البحيري لكابتن هاني. طيب بصوا، قبل ما نرجع لحاتم البحيري هطلع عليه مكالمه مهمه، وهو كابتن محمد ابو النصر. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد، ومساء الخير كل الضيوف الكرام اللي عند حضرتك، كابتن خالد بخيل وكابتن هاني عبد المنعم. تحياتي ليكم كلكم والله. تحياتي كل الجميع ليكم، ونقول لكم الف 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 مبروك التاهل لدور الثمانيه للبطوله الافريقيه. الله يبارك في حضرتك والله. الحمد لله كان فتره صعبه كده، بس الحمد لله عدت على خير. عجبتني اللي جاي احسن باذن الله. عجبتني في كلمه فتره صعبه، لا يعني بص اعصابنا اتحرقت يعني. لا صراحه ماتشات كنا الصراحه كنا متخيلين الدنيا ممكن تبقى احسن من كده، بس يعني ادينا شفنا مستوى الفرق. الموضوع كان تقيل شويه، الفرق صراحه يعني كويسه جدا، بس الحمد لله احنا بالنايس وان البطوله على ارضنا الحمد لله ان احنا عرفنا نعدي الموضوع ده. كابتن خالد بخيت اشاد بيك وقال يعني عملت اللي عليك، بس عندك كمان احسن من كده، رايك ايه؟ والله كابتن خالد يعني مدرب قدير، يعني كفايه ان هو قال في كلمه ان شاء الله كلمه واحده، دي شهاده اعتز بيها. انا طبعا الحمد لله والله بحاول اعمل اللي اقدر عليه، بس المشكله ان انا كنت مصاب ولسه راجع على البطوله على طول. فضغط ثلاث ماتشات في ثلاث ايام ورا بعض، يعني بصراحه يعني انا النهارده اصلا ما كنتش قادر خالص. بس الحمد لله يعني كل الفرقه حاولنا ان احنا نجمع بعض ونعدي الماتش على خير. الف الف مبروك يا كابتن محمد، وكل اللاعبين الف مبروك، وان شاء الله دايما في المرحله الجايه معاكم وهندعمكم باذن الله. شكرا كابتن محمد. سريعا عشان بيقول لي خلاص.